بسم الله الرحمن الرحيم. لواء طيار محمد أبو بكر حامد. أنا عاصرت أهم الأحداث المصرية. أنا اتخرجت 1 يونيو 67، فطبعا عاصرت حرب 67، حرب الاستنزاف، حرب أكتوبر، وبعد الحرب كنت طيار الرئيس السادات والرئيس مبارك، وطرت مع أكتر رؤساء العالم: رئيس بوش، عزر أيزمن، حافظ الأسد، علي عبد الله صالح. فالنهاردة أنا هخص لحضراتكم في الموقع حاجة عن ذكرياتي عشان الناس تستفاد باللي أنا شفته. اللي أنا شفته ده ما أقدرش أقول حاجة إلا لما كانت بواقع ومظبوطة. ما أقدرش أقول لك أنا بطل وقعت وضربت إلا لما أكون جايب السبب. ما أقدرش أقول لك أنا طرت مع الرئيس مبارك لما أجيب صور. ما أقدرش أقول لك ما حاجة أي حاجة حصلت في تاريخ مصر إلا لما أكون عندي ما يثبت كلامي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. هبتدي كلامي في حرب 67، حرب يونيو، اللي الناس كلها افتكرت ان الطيارين هم سبب النكسه. لا لا، مش احنا ابدا. طيارين مصر انا بعتبره من اشجع طيار العالم، وعندي ما يثبت. لما جانا رئيس جمال عبد الناصر كان اهم حاجه في اللقاء مش ان احنا نشوف زعيم مصر الشخصيه العظيمه، لا، عايزين نقول له يا سياده الرئيس مش احنا سبب الهزيمه ابدا. فقال كلمة يعني الحقيقة راحتنا. قال: أنا عارف إن أنتم مش سبب الهزيمة، بالعكس أنتم كويسين وكل حاجة، لكن دي مؤامرة كبيرة جدا، لأنه الناس ما تعرفش إنه إنجلترا وفرنسا وإسرائيل ضدنا من زمان، لأنه إحنا ساعدنا الثورة الفرنسية فإسرائيل ضد فرنسا ضدنا. إنجلترا نفس الكلام، تأميم قناة السويس، كل ده عدى الحرب 67 عشان ضرب مصر. حد عنده فكرة ان مجيب أيان جاب 200 طيار من امريكا ودول اوروبا عشان تحارب؟ حد عنده فكرة ان امريكا ادت اسرائيل اقوى سلاح قوات جوية عشان يضرب الدول العربية؟ حد يعرف ان سلاح الجو الاسرائيلي قد سلاح الجو المصري مرتين ثلاثة؟ احنا كنا كطيارين بنطير بطيارة اقل تسليح واقل كفاءة واقل مدة طيران في الجو. يعني بطلع بطيارة لما يكون اشتباك هم 10 دقايق ربع ساعة، مظلة 40 دقيقة. الطيار الإسرائيلي مش كده، عدد الطيارين الإسرائيليين قدنا مرتين، وفي مرتزقة. أدي حرب 67، بالرغم إن إحنا انضربنا. يكفي أقول لك إن الممرات مضروبة، طيارين عظماء بيطلعوا من المطارات المضروبة عشان محدش يقبل طبعا إن تيجي طيارة إسرائيل تضرب الطيار المصري. إنما الطيار المصري العظيم في عز ضرب وتفوق الطيار الاسرائيلي اللي كان بيطلع من مرة مضروبة. حد يعرف الحكاية دي؟ محدش يعرف طبعا. لما جانا الرئيس الجمال عبد الناصر قال لي انا قال لنا كلنا: انا عارف ان مش انتوا سبب الهزيمة، ده موضوع اكبر من كده بكبير. جانا الرئيس السادات العظيم وقال بعد زيارة الجمال عبد الناصر على طول سنة 68، وقعد معانا وقال: مش عايز منكم حاجة غير انه تكتبوا ايه المطلوب عشان الحرب القادمة. ما كانش لينا طلبات من الرئيس انور السادات الا الطائرة ذات التسليح وذات المدة، تسليح ومدة. مش عايزين اي حاجة، مش عايزين حاجة شخصية، مش عايزين اجازات، مش عايزين اي حاجة. جالنا الرئيس انور السادات قال لنا: الحرب هتحصل لو انهزم، الكلمة دي متشالة، لكن لو انهزمنا فاحنا ضعنا. احنا اقسمنا على الانجيل والمصحف، يا اما ننتصر يا نموت.